ورجعنا لكم تاني وفقرة المطبخ. وزي ما قلت لكم فقرة المطبخ النهاردة هتكون مختلفة. النهاردة احنا مخصصين الفقرة دي عشان نتكلم على كابوس اسمه السمنة المفرطة. وبقى كابوس اكتر يمكن لما توفت ايمان عبد العاطي اللي اكيد كلنا عارفينها، اللي يمكن قعدت 25 سنة في بيتها بسبب زيادة الوزن واكيد جالها امراض كتيرة جدا. كابوس السمنة المفرطة كان عند إيمان وعند ناس كتيرة جدا بتتفرج علينا دلوقتي، عشان كده إحنا عايزين نلاقي له حل. ضيفي النهاردة عامل ثلاث برامج للموضوع ده، السمنة المفرطة، إلى جانب برنامج كمان للمسنين سواء زايدين في الوزن أو عاديين. ضيفي النهاردة هو دكتور بهاء ناجي، رئيس وحدة التغذية الكلينيكية وعلاج السمنة بمستشفى جامعة مصر ومؤسس عيادة ناجي كلينيك. مساء الخير يا دكتور ومنورني. ومعانا كمان الشيف مرام محمود، هتعمل لنا وجبة اللي دكتور بهاء بتستخدمها في البروجرام بتاعك. تمام تمام. طيب مرام تستأذنيني بس أبدأ مع الدكتور. أتفضلي. دكتور، كابوس اسمه السمنة المفرطة، كابوس يعني بجد ما مش طبيعي اللي بيحصل. طيب أسباب السمنة المفرطة إيه، وإيه الأمراض اللي ممكن تصيب الناس عشان الناس بس تفوق؟ طيب هو طبعا المفروض ان السمنه المفرطه ليها كذا سبب. سبب منه عامل وراثي، يعني في ناس عندها جينات ممكن تؤدي للسمنه المفرطه، في سبب ماضي بعض مشاكل خلل في الغدد ممكن تسبب سمنه مفرطه، الحاجه الثالثه اللي هو السلوك الخاطئ. لدرجه ان انا شفت مره زمان واحد كان خيال عارف بيركبوا الخيل وكان وزنه 70 كيلو ولا حاجه، مع صحابه بيدخلوا مسابقات مين ياكل اكتر، فضل ياكل ياكل. انا شفت الحاله بقى وهو وزنه 350 كيلو، وعلى فكره برضه توفى ما كانش يعني قدر يعمل حاجه. وعيب السمنه انها ملهاش حدود، يعني في بعض الناس يقول لك ايه، انا خلاص انا مبسوط بنفسي او انا مبسوطه بنفسي عن 90 كيلو، بنقول لها 90 هتبقى 110 130 وهتدخلي بقى في الامراض الكتيره. طب دكتور دلوقتي الناس اللي زايدين جدا في الوزن هم بيعملوا كذا حاجه او ثلاث حاجات، يا اما بيروحوا لعيادات وبيرجعوا واخدين ورقه وبيعملوا ما بيقدروش يفتحوا التلاجة ياكلوا، يقولوا طيب انا مش نافع كده، يروحوا يعملوا عمليات الجراحيه اللي اكيد مهما قالوا الدكاتره لها سايد افكتس، يا اما يبقى حاله زي ايمان اللي وصلت ليها انها قاعده في بيتها خلاص مش عارفه تتحرك، نعمل ايه يا دكتور؟ مظبوط. هو حتى في بعض الحالات ما بينفعش معامل الحالات الجراحيه، نفس الجراحين بيقولوا لهم لازم تخس الاول قبل ما اعمل لك حتى العمليه. في الحاله دي المفروض ان احنا بنتكلم النهارده على ثلاث برامج زي ما انت قلتي. هتكلم على البرنامج الاولاني اللي هو حالات السمنه المفرطه المصحوبه بامراض وبقله حركه تقريبا، يعني ناس وزنها 150 170 200 كيلو، معاها سكر، معاها ضغط، معاها قلب، معاها اي امراض ثانيه غير قادره ان احنا ننزلها جيم، وعايزين نبتدي نراعيها طبيا وفي نفس الوقت نعملها نظام التغذيه. البرنامج ده بننفذه في مستشفى سعاد كفافي اللي هي مستشفى جامعه مصر اللي انا ماسك وحده علاج السمنه فيها. بنعملهم اقامه لمده اسبوعين، لمده شهر، لمده 3 شهور، اي مده لغايه ما نقدر نوصل بيهم للوزن المناسب اللي يقدروا يدخلوا في مرحله ثانيه من العلاج. المستشفى مجهزه ان فيها دكاتره قلب، دكاتره اعصاب، دكاتره سكر، كل التخصصات، بحيث ان الحاله لما تدخل هنقدر نشرف عليها من كل ناحيه، حتى الدعم النفسي كمان. يعني في دكاتره نفسيه احنا دكتور يعني الحلقه النهارده يمكن هندي بريف بس بعد كده هنخصص حلقات هنتكلم، عشان احنا عايزين نساعد الناس كاملة بيحصل ايه. بالظبط. فدي اول 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 دي اول مجموعة بحيث ان احنا مش محتاجين لا نصفاها بقى ولا حاجة، لا ده احنا بالعكس احنا النهارده عايزين الناس اللي موجودين في الدول العربية كلها وعندهم سمنة مفرطة، لا هم اللي هيجوا عندنا وهيبس مستشفى سعاد كفافي. في مستشفيات كتير اكيد بعد كده هتعمل نفس الموضوع ويبقى في حالات سمنة دل المستشفى ودي نادرا. طيب خلينا